جامعة ماردين أرتوكلو. مرحبا، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية. رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد رح نحكي فيه عن الجامعات الحكومية التركية، واليوم تحديدا رح نحكي عن جامعة ماردين الموجودة في ولاية ماردين التركية واللي تأسست عام 2007. الجامعة تعتبر حديثة المنشأ، ولكن على الرغم من هيك كثير من الطلبة الدوليين والأتراك حتى بفضلوها. الطلبة الدوليين أحد أهم الأسباب اللي بتخليهم يفضلوا التسجيل بهالجامعة هي أنه الجامعة فيها أحد الأفرع العربية أو بعض الأفرع العربية، إضافة لأنه مدينة ماردين بامتدادها التاريخي والحضاري فيها ثقافة عربية كثير، فكثير من الشعب الموجود التركي الموجود في ماردين بيحكي العربي وثقافته قريبة كثير من الثقافة العربية أو ثقافة بلاد الشام، إضافة لأنه جامعة ماردين بتعطي أولوية للقبول من الجنسيات العربية بشكل عام. يعني السنة الماضية قبلت عدد كثير كبير من الجنسيات المختلفة، من سواء من مصر، من سوريا، من العراق، من اليمن، من الخليج، أيضا من المغرب العربي مثل الجزائر والمغرب. طبعا الجامعة فيها برامج تطويرية دائما بتركز على تطوير الكادر التدريسي الموجود فيها، إضافة للاستثمار في عقول طلابها وحثهم على أنه يبدأوا ببرامج أو مراكز الأبحاث اللي متوزعة أيضا في الجامعة. بحب أذكركم أنه مدينة ماردين تعتبر أيضا مدينة ساخنة، يعني من المدن اللي الصيف فيها بيكون ثقيل نوعا ما، ولكن شتاها بيكون جميل لأنه ما بيكون فيها هالبرد الكبير. وأيضا تعتبر مدينة سياحية تاريخية، يعني السياحة اللي موجودة فيها هي من الآثار، من آثار أجدادنا وحتى من الآثار العثمانيين في تركيا. من أهم التخصصات الموجودة في جامعة ماردين هو تخصص القبالة، تخصص اللغة العربية وآدابها، تخصص اللغة الفارسية وآدابها، أيضا تخصص نادرا ما نلاقيه بكثير من الجامعات اللي هو تخصص اللغة الكردية وآدابها، لأنه أيضا البيئة هنيك التوزع الموجود من الشعب فيه نسبة من الأكراد بحكم أيضا قريبة من المنطقة المتوزعين فيها الأكراد. التمريض والشريعة وإدارة الأعمال، متوفر أيضا تخصص العمارة، السياحة وعلم الآثار والفلسفة والتاريخ. طبعا حاولت أعطيكم أكبر عدد موجود من التخصصات الموجودة في الجامعة، ولكن في حال كان عندكم رغبة تعرفوا التخصصات بشكل تفصيلي الموجودة في الجامعة فأنا رح أترك لكم رابط بصندوق الوصف بيحكي بشكل تفصيلي عن جامعة ماردين والتخصصات الموجودة فيها، بتمنى تزوروه، إضافة لأنه جامعة ماردين عندها اليوس الخاص فيها ومفاضلاتها أيضا تحتاج لليوس، وأيضا ممكن تقبل المفاضلة بدون شهادة اليوس، ولكن دائما في حال وجود اليوس بتزيد من فرصة القبول بالجامعات التركية وجامعة ماردين بشكل خاص. مثل ما عودناكم مركزنا أيضا بيقدم كورسات اليوس، بيحضر الطلاب العرب والأجانب أيضا لكورسات اليوس سواء عن طريق كورسات الأونلاين أو حتى الكورسات الموجودة في إسطنبول في المركز. بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ومثل العادة في حال كان عندكم أي جامعة حابين نحكي عنها أو أي ملاحظات حابين نذكرها بالفيديوهات عن الجامعات بتمنى تشاركونا أفكاركم بالتعليقات وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي اللي رح تلاقوها بالفيديو.